السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم حنا غنهضروا على اشغال ملعب ادرار. هذا الملعب اللي كيمثل كل شيء مدينة اكادير، وهذا الملعب اللي غيتحول لواحد الملعب ذات المواصفات العالمية لاستقبال التطورات الدولية كما كتشوفوا في هذه الصورة، عكس الملعب اللي كنا كنعرفوه ملعب عادي جدا رغم أنه يستحق أكثر. هذا الملعب هذا أخوتي راه متواجد منطقة الحي المحمدي، لكن المشكل ديالو اللي هو بعيد على الطريق، يعني من المواصلات إلى آخره، ويحت جبتي الطوموبيل كتكون كتحطها بعيد. حنا كنتواجدوا قرب الملعب ديال ادرار، غنحاولوا نشوفوا الاشغال اللي كتدار هنايا. كما كتشوفوا الجنبات ديال الملعب كلها ان شاء الله غادي تقد، والشركه المكلفه بالاشغال هي تي جي سي سي، هي صاحبه المشروع، وهذه هي واحد الشركه كبيره تبارك الله متواجده ودارت واحد المشاريع مهمه في مدن الدار البيضاء والرباط ومدن اخرى. هذه الشركه عندها اكثر من 1000 مشروع منجز. هذا هو الطريق المداري اللي غادي للمطار. بطبيعه الحال راه قريب لهنا الحي المحمدي، وكما قلت لكم هذه الشركه راه عندها 1000 مشروع عفوا وقدر من 1200 اليه. وهذا المشروع اللي كتشوفوه هنا راه كاين الاليات هنايا، غيتبنى هنايا واحد القطب الرياضي كيضم قاعه مغطاه ومسابح. هذا راه الجانب ديال ادرار، والناس كلهم راه كيقولوا هذا المنطقه هذه راه ماشي في المستوى، وهذا راه ماشي ملعب، لان كاين الحجر بزاف، كاين الخلا، وحتى الناس اللي باغيين يلعبوا هنا او يتفرجوا في الحسنيه او في المنتخب الوطني او في الفرق الوطنيه كيعانيوا من مشكل ديال المواصلات او المشكل ديال هاد الخلا. وحتى الجماهير اللي كتلعب هنايا راه يعني كتلقى واحد الفرصة انها تهز الحجر، تدبز بالحجر الى اخره. وكحسنات وكحل زويون دارتو يعني الجماعة وتا الوزارة ديال الرياضة، وداخل في المشروع ديال 2020-2024 هو إحداث قطب رياضي اللي كيضم كما قلت لكم قاعة مغطاة ومسابح جانب هذا الملعب ديال أدرا. وكتشوفوا راه الآليات تبارك الله راه خدامين. جيت دابايا قبل الغروب غنحاول نزومي لكم يبانوا لكم الآلات شي شوية. كما قلت لكم جيت قبل الغروب لان وقت مناسب وما كايناش الشمس. الى جانب هذا غيتبناو ملاعب القرب ومرابط هنايا، يعني هنا غيكون مكان ماشي غير ديال انك تفرج فيه، ولكن انك تفرج وتجي مع اولادك. راه كما كتشوف هذه المنطقه راه زويونه، راه محلوله عن واحد البلاصه كتسمى قيلان مسوان او ام سيوان او شي حاجه بحال هكا، ماشي ام سوان. هذه البلاصه راه واحد الهدوء، يا سلام. كما قلت لكم غيتدار ثاني هنا واحد المركز ديال الطب الرياضي. كل شيء هذا الشيء، هذا المشاريع اللي غيتداروا غتكون القيمه ديالهم تقريبا شي 30 مليون دولار او 30 مليار سنتيم. او من الداخل غتكون جوج د الحوايج ان شاء الله راه غتشوفوها في التصاور اللي غنوريكم دابايا. اذا اخوتي كما كتشوفوا في هذه الصوره، هذه هي الصوره ديال الملعب ديالنا. ملعب جميل جدا، ملعب كبير ومتسع، لكن فيه واحد المشكل ديال المضمار، وانه مغطى لانه معرض للشمس. والاشغال اللي غتكون ان شاء الله في الداخل انا حاولت نصورها، وما تضحكوش عليا لان انا هذا مشهد خاص ديالي. غنحاولوا هما غيحاولوا يحيدوا المضمار باش يتزاد مدرج اخر. اخوتي كما كتشوفوا هنا في هذه الصوره في هذا الخط الابيض، هنا فاش غيكون كما قلت لكم المدرج الثالث، يعني غيتزاد باش تكون الطاقه الاستيعابيه اكبر، اضافه الى تغطيه الملعب بحال الملعب ديال طنجه والدار البيضاء. هاد الملعب غيتخاد من طرف ديك الشركه اللي ايوا. انا ما فهمتش هاد الناس اللي كيديروا ملعب كيتقام بالملاير وكنديروا واحد المضمار. حنا باغيين ملعب يكون ديال كرة القدم، ماشي كل عفوا راه كاين شوية صداع هنايا، ماشي أي ملعب كيما كيكون في أي مدينة.
راه كيكون ملعب وكيكون الميدمار، يعني ألعاب القوى في أي بلاصة كما كانت، لا ألعاب القوى تكون مخصصة في بعض الملاعب الوطنية، لكن حنايا باغين الكرة يعني الملاعب الكرة كما قلت لكم غيبنيو واحد غيحيدوا داك الميدمار وغيزيدوا المدرجات يعني ثلاثة المدرجات إضافة إلى تغطية الملعب، التغطية ديالو اللي غيكون بحال كما داروا لطنجة، وقيل هاد الشركة راه هي اللي جدات الملعب ديال طنجة غيتغطى كما تدار الملعب ديال طنجة، وبطبيعة الحال راه ملي كيتغطى راه قلت لكم في واحد الفيديو شي ناس كيضحكوا بأن الشمس كتضرب 144 راه فري في أكادير هاد الشيء اللي كاين. بطبيعة الحال كتشوفوا هنا الأتربة راه خدامة، الآليات راه كاينين، إن شاء الله هذه باش ان شاء الله نستضيفوا كاس افريقيا 2025، وكتعرفوا كلكم بان المغرب مرشح لاحتضان كاس العالم ديال 2030 اللي غيكون مع الصبليون والبرتغال. بطبيعه الحال نتمنوا انه يتم الاختيار ديال الملعب ديال 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 اكادير او ادرار، ادرار كما كنقولوا راه هو الجبهه، الا كتشوفوا هذه المنطقه كلها راه هذيك راه تيليله، والحي المحمدي راه كيبان لكم من الفوق، هذه راه واحد المنطقه جبليه زويونه واعره، من القدام راه كيبان لكم السبيطار ديال اكديتال، هنا الا كتشوفوا هذا الطريق راه هي اللي غاديه للمطار على 29 كيلومتر وماشيه للحي المحمدي، وهنا راه كاين واحد السياج داروا هنا الاشغال يعني باش ما تدخلش. المهم اخوتي وكما ديما كنقول لكم هبطوا وديروا واحد لايك، ديروا واحد جيم، وديروا معنا يعني تعليقات ديالكم راه كتهمنا بزاف لي يعني تقدم القناة ديالنا او ديالكم كما كنقولوا، وما تنساوش بطبيعة الحال الاشتراك الا كانت هذه اول مرة كتشوفوا لا فيديو في هذه القناة، حاولوا تعطيونا اقتراحات ديالكم، كانت اقتراحات مزيانة مرحبا بها، كانت اقتراحات سلبية مرحبا بها، احنا كلشي راه كنرحبوا به، غير هو تكون في احترام، احترام انتقد، قول اللي بغيتي انتقد كما بغيتي راه ما كاينش مشكل، غير هو يكون في بطبيعة الحال في الاحترام، ونطلبوا من الجمهور الجمهور ديالنا الحسنية ديال أكادير، الجمهور ديالنا ديما تكون الروح الرياضية، عارفين بأن الجمهور ديالنا راه جمهور في المستوى، جمهور محترم كيحترم الفراقي، ولكن كاين العناصر اللي خصها أنها تعرف بأن الكرة راه كرة، ماشي كرة الحسنية مثلا ربحات، عفوا على الصوت اللي هنا كاين صداع ديال الحسنية ربحات فرحان، الحسنية غلبت نهرس، الكرة كتحتمل جوج الحوايج، خسرتي ربحتي راه بحال بحال، يعني خصك ديما تكون ديك الروح الرياضية عندكم. إذا أخوتي على قولة الله أكبر، كنشكركم على المشاهدة والمشاركة، وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.